فلسفة جديدة عم تظهر عند الصانع الإيطالي فيراري، والنتيجة سيارة جديدة بالكامل هي فيراري روما. تصميم فيراري روما جديد بالكامل، هذا الشيء ظاهر على غطاء المحرك الطويل، الشبك يلي بيشبه أنف القرش، والرفارف العريضة يلي بتعطي السيارة شكل عريض وشكل هجومي، المصابيح الأمامية والخلفية جديدة بالكامل، وأيضا فينا نشوف العوادم بالخلف مع الشبك يلي بحيط فيها ومشتت الهواء من أليف الكربون. وضعية المحرك بفراري روما نفس وضعية المحرك بالفراري بورتوفينو، وهو أمامي وسطي، بيتألف من 8 أسطوانات 3.9 لتر توربو يولد 620 حصان والعزم 760 نيوتن متر. مربوطة المحرك بعلبة غيارات من 8 سرعات أوتوماتيكية دول كلتش، بيتسارع المحرك من 0 ل 100 من خلال 3.4 ثواني، ومن 0 ل 200 خلال 9.3 ثواني. السرعة القصوى هي 320 كيلومتر بالساعة، وأكيد الفراري روما هي دفع خلفي. حجم العجلات 20 إنش، وأيضا فينا نشوف مكابح السيراميك. من الداخل ما فينا إلا ما نشوف التصميم الجميل والفلسفة كمان الجديدة بالتصميم يلي رح نشوفه من اليوم ورايح. مقود الفراري الشهير، ولكن الأزرار الموجودة عليه كلها صارت باللمس. شاشة كبيرة قدام السائق، وفينا كمان نشوف الشاشة الموجودة بالوسط يلي بيتم التحكم فيها بكل شيء. المميز بالكونسول هو مكان علبة الغيارات وكيف بيتم تبديل السرعات فيها، وهذا الشيء بيعود فينا للذاكرة لأيام زمان على سيارات الكلاسيكية اللي كانت بجير عادي. وكمان فينا نشوف شاشة ثالثة موجودة على الجهة المقابلة، وأكيد ما فينا إلا ما نشوف الجلود الفاخرة والألكانترا والخياطة الرائعة وحتى التصميم الجميل. سعر الفراري روما بيبدأ من 900,000 درهم إماراتي، وهذا السعر بيختلف بين دول مجلس التعاون والوكلاء وحتى المواصفات الموجودة على هالسيارة.